لا تراني وصلت للصالون. ها هو هذا هو الصالون بير لابوتي. مهم البنات كما راكم تشوفوا صافي. مهم هنايا جلست وبغيت نعاود البروتين، ما نكتبش عليكم واخا راني عارفه انه الشعر غادي يزيد يتضرر، ولكن الله غالب. راكم تشوفوا في التقطيعه كي دايره، واش هذيك غير بلونجون. مهم صراحه تكرفسوا عليا بمعنى الكلمه. مهم الشعري راكم تشوفوا فيه كيرجع رجع حالته. مهم هنايا خويا عزيز تبارك الله بروفيسيونيل والخدمه عنده يعني متقونه. مهم هنا بدا كيخدم لي وكان قال لي بانه الشعر غادي يتبدل اللون ديالو، وصراحه تبدل اللون ديالو. راكو عارفين مع البروتين فاش كيكون مخدوم للصح راه كيتبدل اللون. ها نتوما النتيجه ديال البروتين. غير نشفه لي صراحه فن فن فن. ولكن البنات انا بغيت نبدل حتى اللون تاع الشعر واخا هو ما بغاش، قال لي خلي حتى يرتاح شعرك عاد نديرو صباغه. البنات بالنسبه للنتيجه عجبتني، نتيجه واعره وقد لي لاكوب اللي كان دايره كارثه عظمى كما راكم تشوفوا هنا في التصويره كي كانت. المهم غادي نمشي ندخل غادي نصاوب هاد لي فوسيل. المهم هنايا البنات دخلت لغرفه العمليات. البنات صافي كملت. ها نتوما شوفوا الغزيلتا صراحه واعرين. المهم راه عاد خصهم يتمشطوا. البنت قبضتها معايا ايمان، صراحه الخدمه ديالها زوينه. شكرا بزاف ايمان. المهم انا غادي نخلي لكم ان شاء الله النمره ديال التليفون ديالها اللي بغات تواصل معاها، ونخلي لكم حتى تيك توك ديالها. صراحه ظريفه 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 بزاف البنات. المهم كدير كل شيء، هي خصوصيه في لاسير. فزيدي قولي قولي لاسير نخرج الكامل لي بيرمانون لي بيديكير مانيكور العادي سبا. المهم اي حاجه متعلقه بالستيك كنديرها. تبارك الله عليك، الله يبارك فيك. تبارك الله عليك. وعرفتي شكون هادي؟ هادي اللي ديجا دارت لي السوان يا اختي. اول سوان كنت درتو عندها ايمان اختي. ايمان البنات ما ديروش العينية حيت انا ديجا عينيا حساسين، يعني راه في السا كيحمروا، ولكن هادي راها كانت كثر دركا راها بياضت حتى هادي راها حتى شويه هادي. ثم البنات اللون اللي خرج لي برجعت له غد ليه قلت له والو دير لي صباغه. وبغيت نقول لكم باللي راه غادي ان شاء الله يدير لكم واحد لي برومو زوينين. البنات ها نتوما ها هي لا ريزولتا. صراحه ما شاء الله ما شاء الله عندهم الخدمه زوينه. الصراحه ما عندي ما يتسال فيه. بالنسبه للشفاره البنات انا خدمتهم البارح. مهم لي سيل بيرمانون واعرين. البنت اللي كتخدمهم هنايا ايمان، انا كنت قلتها لكم في الفيديو ديال البارح. ايوا اليوم اختي رجعت باش نبدل اللون، دوك عارف ماش نقدر ندير اللون فوق. يعني نورمالمون هو قال لي السيد قال لي ما ديريش دابا في هاد الوقيته، وانا راكو عارفين مع الصفر اختاريت انني نديرو دركي. قلت له معليش غير زيد ما نوليش اللون. بالنسبه للعنوان البنات كاين هاد الروم بوينت على فا، كاين حاره الشاورما، نمشيو مع الطريق اللي كاينه اوكسفورد، غادي نهبطو نيشان عند ستوب اون فاس الجابح، غادي ندورو على يدنا اليمين، غادي نزيدو نيشان حي المقدس هذا شارع النخل كلها وكي كيلغالو. المهم بحال حنا غاديين الحمام اكسيلونس، غادي نوصلو لواحد الكارا راها هنا. ها هو صالون بير لابوتي.